كنشكر اختي سمية وخويا محمد واختي عيشة واختي ايمان وخويا ايوب، تحية اختي مريم احمد امي عبد الله امامي كاملين والديا الشيران حيت هما كانوا تيقلبوا عليا بزاف واش وكوش يوقف معنا وكوش يوقف مع والدة ديالي. تحية لخوتي. السلام عليكم، انا ام ديال سلمى اللي تخطفات النهار الاحد مع ثلاثه، راه رجعت لي الدريه، رجعت البارح في الليل صافي، راه بدا رجعت بخير وعلى خير. ايوا الحاله ديالنا راك عارف، راه كنقلبوا الليل والنهار ما كنعسوش، كنقلبوا الليل والنهار ما خلينا ما فين قلبنا، ولاد الدرب تاعو ما تيقلبوا، كلشي تيقلب، كلشي ولاد تلاتيزام ولاد تيكيوين كلشي تيقلب، كلشي زعما كنا نقلبوا عليها. والجيران تا هما مساكن ما نعسوش، هي وزعنا الهاتف والتصاور ديالها وكل شيء، ما اتصل من حتى شي واحد، حتى جات هي البارح راسها، جات مع السبع البارح. الحاله ديالها فاش جات الدريه مخلوعه حيت ما عمرها مولفات تخرج، فهمتي؟ من الدريه مخلوعه، جات مخلوعه. انا الحمد لله بعدا مني شفتها ارتحيت، انا الحمد لله مني شفتها ارتحيت، اول حاجه تاع النكته ارتحيت بعدا. حسيت بحال ولدت من جديد زعما، كلشي فرحان زعما ملي رجعت، كلشي فرحان، باها خوتها اختها والناس ديال الدرب كلشي فرحان، يمسك الناس. كنت كنتخيل بزاف ديال الحوايج، قلت ربما يذبحوها ربما ما يتكرفصوا عليها ربما، كنت كنتخيل بزاف ديال الحوايج، هادشي اللي كنت كنتخيل. ومني رجعت ليا بعدا بخير وعلى خير، هذيك هي الدنيا وما فيها الحمد لله، ما وقع ليها والو. لا مني خايفه تجي، هي خايفه من باها، غير خايفه من باها. مني خرجت طولت شويه في واحد ثلاث سوايع خافت من باها، صافي ما بقدرش البنت قدرت تجي. من بعد دوك يومين واتصلت بواحد صاحبتي هي اللي جابتها ليا، كي صاحبتي كاينه في الداخل في قادير، هي اللي جابت لي البارح في الطوموبيل. ديك لارينا داك مشات بالحات، وديك لارينا الاثنين لا هو ما زعما كاين ولد الناس، ولد الناس حيت ما سميتو زعما رجع ليا بخير وعلى خير، ما دار ليها والو، فهمتي؟ نعم انا لا ما كنعرفوش، انا لا ما كنعرفوش، لا ما كنعرفوش، فكرت ما فكرت شي واحد غادي يديها ليا. لا انا مريم اخت سلمى، المهم الدريه رجعت بخير وعلى خير الحمد لله، يعني ما بيها والو ما عليها والو. الدريه كانت خايفه يعني خرجت من الدار، والوالد اصلا كان قال لها ودي ما تخرجيش، فاش خرجت من الدار وطلعت يعني كانت خايفه من الوالد صافي، وبقات يعني حتى اننا كنا حنا كنقولوا واش اختطفها شي واحد ولا شدها شي واحد بزز منها ولا حيتاش. الدريه فاش كان جات يعني ما عاودتش لينا كلشي من الاول، ما عاودت لينا والو، يعني جات نسات النيشان يعني عادي اننا ندخلوا ليها وعادي اننا، ولكن دابا الحمد لله فاش يعني دوزنا مشينا دوزنا ليها ودوزات لقات راسها يعني ما عندنا والو صافي، هذا ما كان. وشكرا بزاف حتى يعني الناس ديال الحومه وكلشي، كلشي وقف معنا صراحه الله، كلشي تقدم معنا كلشي دار معنا وكلشي، يعني ما خلينا طاقت في قادر، يعني حاجه عاديه اننا يعني نوضوا عليها هادشي كامل. هنا ديك راه يعني راه يعني راه اختنا، وحتى الوالده الثانيه راه ما صبرات شي، راه دم هذاك يعني ما غاديش اي واحد في راسنا راه غادي يقلب على الدريه، غادي حنا ما كناش عارفين اخبارها واش حيه ولا ميته، يعني كنا عارفينها واش الدريه لاباس عليها، غير كانت مخبيه علينا كانت خايفه تاكل العصا هكا، ما غاديش ندخلوا عليها وما غاديش نقلبوا عليها. المهم الحمد لله على كل شيء، المهم كلشي دار الجهد ديالو حتى يعني حتى الدراري مساكن ما خلاو كيصغروا معايا حتى السبعة ديال الصباح كاملين مساكن، شكرا بزاف يعني تحية لكلشي صراحة الله. لا تبارك الله كلشي وقف معنا وكلشي، يعني عرفنا بنين معزة ديالنا عند الناس، يعني كتعرف بنادم غير وقت شدات كتعرف بنادم اللي راه
لي راك عزيز عليا ولا غادي يوقف معاك. المهم هذا ما كان الدري على بس ليها بخير وعلى خير موقع ليها والو. وكننصح الامهات ان اللي عندها شي دريه ولا اللي عندها شي دريه بنتها سواء بنت سواء دري تعتبرها بحال صاحبتها. يعني تكون واحد سميتو واحد التفاهم بيناتكم باش تعرفوا ولادكم فين كيمشي ومع من كيترافقوا ومع من كيهضروا مع من. حيت شتا داك الضغوطات وداك الزموت وداك سميتو اللي كيكون بين الناس سميتو كيخترق مشاكل بزاف. يعني الدريه كتخاف من باها ولا فهمتي كتخاف الدريه من باها بزاف. هاد اللي راه الا خرجات وتعطلات غير واحد الشويه راه غادي يكتبوا لك يعني غادي ناكل عصا غادي ناكل عصا. المهم هذا هو اللي غادي نوجه يعني اي امهات اللي عندهم شي دريات وهكا يديروهم يعني بحال صحاباتهم. المهم هذا اللي كان اخوتي وشكرا لكم بزاف 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 والحمد لله على كل شيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.